لا يعول الشارع العراقي كثيرا على حكومة علاوي المرتقبة، فالمتظاهرون يقولون بأن المكلف بتشكيل الحكومة جاء وفق اتفاق سياسي لا يختلف عن الاتفاق الذي جاء بسلفه، فوزارته التي يتوقع أن يعلن عنها في الأيام القادمة ستكون أقرب للكتل السياسية منها إلى المتظاهرين كما حدثونا. حكومة متحزبة لا سياسية، احنا نتمنى تجينا حكومة سياسية بس هي راح تكون متحزبة حالها على البقية. يعني احنا صار لنا 5 أشهر تقريبا، 4 أشهر العفو، وراح دماء وشهداء على متجي نفسه، نفس الطاسة ونفس الحمام مثل ما يقولون بالمثل العراقي. اكيد حكومة متحزبة متكتلة تفرض رأيها رأي رؤساء الكتل، واحنا ردنا نخلص من احزاب، بالتالي الشخص اللي ردناه ما جابوه، جابوا الشخص هم الاحزاب نفسهم ما جابوه. اذا ماكو اي تغيير وكله ضحك على الذقون لا اكثر، وحرامات هاي الشباب اللي راحت كلها. هو حيكون اكثر شيء قريب لهم للسياسيين، لان هم اللي جابوه، هم اللي خلوا علينا، احنا ما راضين عليه، مو موافقين على محمد توفيق علاوي. أزمة أخرى كما يسميها المراقبون ستواجه علاوي وكابينته، وهي تمريرها في مجلس النواب، فيما أكدوا على ضرورة أن تميل التشكيلة الوزارية الجديدة للشارع ومطالبه بقدر أكبر من استجابتها للضغوط السياسية التي ترافق تشكيل الحكومات المتعاقبة على مدار الأعوام 17 الماضية. يفترض أن يكون هذه أو تكون هذه الحكومة المرتقبة هي حكومة يعني متناغمة مع مطالب الشارع العراقي قبل أن تكون هي حكومة محاصصة ويعني تعبر عن تمثيل مكونات معينة. هنالك الكثير من العقبات، وإن مررت هذه الكابينة الوزارية فعقبة الجماهير والمتظاهرين ستكون صعبة جدا اجتيازها في وسط كل هذه المزايدات العلنية. يعيش الشارع العراقي في ترقب مستمر منذ الأول من إشباط الجاري بعد تكليف علاوي، والذي لاقى ردود فعل متفاوتة من قبل الكتل السياسية من جهة والمحتجين من جهة أخرى، بانتظار أن يحسم هذا الملف قبل أن تنتهي المدة الدستورية الممنوحة لتأليف الحكومة. من بغداد، محي الأنصاري، MBC عراق.